هذا واحد يقول عنده أنا أنصحنتي وحكي بدلك سأل وراني كلام قديس وعنو بسم الله الرحمن الرحيم وبين نستعين على أمر الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قدامها بارلمانكا مدن عبد الرساق خليف قدامها حسبية وقانكا حسبية قلها بحاء قدنا فلنتا إيو بمان شروعناها لراد حسبية قدنا أنصحنتا يا ديوان قلنتا يا الرضا يا أحساب تسلسة هوانكا وانها حسبة مضلواشا قلواشا برلمانكا يا ديوانكا آدي بغض الصحافة يا رواشا قلت أن أتشابها السلام على وحكو السلام على سلامة إسلامك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أنت أكذب قولها بحاء حسب قوضاني أنت أن الصوبة دي شروعناها حسبها السلام ومتفرق قروعناها حيرك حسب قنا صلى يوسينا وحكا بدلك إياك بيستا حيرك حسبها أنت اللي بدأ شرعنا وبحيسة. دا إسلام برادد وحنوك كسوة شادين دونا وحكي بدل كي يا كابستي قراب لها يا بدك فنون تاع كسا معان حركة حسبية قل بدي وحكي بدل كا يا كابستا حركة حسبها وسامعي اوان هاكن كاخري دونا حركة حسبية وكان لدي غيبيي وحكا بدل كي كابيس اللي بص من دونا وانا رسع دونتان مركان قد بدا شيء غيو لما قلبت بان دودا قابين دونا قام تهرى ودول مر عن دول مر ايا قد بدا وحلقا بدلي يكوى كابيس اللي بص من ايا حركة قام تهرى بادنا وقد بدا وستوس كاوتا اسامين ايا وحكا بدلكا ايا كابستا ايا كربنتا اي حيركا لغو السماي حيركا حسبك وضاني وحكا بدل ايا كابس لغو السماي اي بدا بدا سو صعبا قلبك كواب فغرد سرالات ايا فغرد كوبية تبنات اعلى لغو اسبت لغو السماي اي قلبك الواب فغرد أفراد إيا الشناد إيا كابس لغو السماعي قدرك تدعاد وحال لغو كبا فغرد لبي تبناد قدرك كوبا تبناد وفغرد المهاد وحكا بدا لغو السماعي فغرد سدوادنا ولغو كبي قدرك سدوادنا تبناد وحكا بدا لغو السماعي فغرد شناد قولك سجارة تبناد فغرد الرباب قولك كوبا لواتناد فغرد سجارة قولك سدها لواتناد فغرد كواب وهكذا مبوك بقولك فغردها تضباب سدواب سجارة تبناد يكوبا تبناد قولك لها لواتناد وحنا نقول كنا معاها وحنا نبدا دلعي فغرد الشناد قدرك تطبع لواتناد وقدر نقص كنا حركة شاق الدورة ذلك دلو قدرك صدناد فغرد الله تبناد وحنا نبدا دلعي قدرك كوما صدناد وحنا نبدا دلعي فغرد عيسى أيوه وحنا نبدا دلعي قدرك الله نبدا دلعي قلبك لما يصدناب وحل حلقة بدل فغرد السلامات قلبك ستها يصدناب وحل حلقة بدل فغرد اللمات قلبك أفرا يصدناب وحل حلقة بدل فغرد اللمات صدحان يا أفراد قلبك شن يصدناب لها يصدناب إيا شن يفرتناب وحلقة ساري حركة
مدرك الله فرتنادنا فغرب كوراد أو حوالي بدلي قولنا انت حركة حسبنا سامين تقول بعضي وانت هدوان سي قد قرى بقى بها الرواية ابن أنبكا وحوالي حوالي بدلي عوانكا أمريكا وربقنا قواب حوالي حسبنا وطني عوانك صلاها وحوالي بدلي شروانا قواب iyo sharaab iyo golaha baha ee rasmiga ah ee dani gobolka koobaad oo ku magdo ee ciwaankiisu yahay fasaraada iyo arabixinta waxaa gabwaanba laga saaray xagga fasaraada erayga ah guddoomiyaha ku meelgaarka iyo fasaraadiisaba waxaa kaloo gabwaanba laga saaray erayga guddiga joogtada ah iyo fasiraadeedaba labada eray ayaa qodobka koowaad laga saaray qodobka labaad oo ah ciwaankiisu yahay tilmaanta xisbiga wadani faqradda afraad waxaa u dhignaa waa xeerka ugu toomaa calanka xisbiga midabkiisu waa lami orange waxaana bahda kaga qoran wadani oo lagu horo far madow qodobkaasaa saasa ku haysaan waxaa loo bedelay faqradda afraad calanka xisbiga midabkiisu waa lami orange lina sumad lagu garto oo sumadiisi ay qoran tahay halka ku qoran tahay waxaana bahda kaga qoran wadani oo lagu qoran far madow gabadaas sumadda ah ayaa soo gashay faqradda shanaad oo u dhignayd sawxirka ku haysaan astaanta xisbiga waa gabaad baas ku taagan calaan qalan oo cagaar ah oo aroraha laga xadhay dushana kaga wareegsan tahay garaan lid ahay qodobka shanaad oo aad saa ku haysatay waxaa loo bedelay astaanta xisbiga waa gabaad baas ku taagan laan qoyan halkii calaanta ahayd ayaa loo bedelay laan qoyan oo waxaa la yidhi gabaadku calaanta iskuma taagan laan buu isku taagaa saasaana macnaha iyo xeerka loosu waafajiyey oo saasaa loogu dhigay qodobka koobaad tobnaad shuruudaha hoggaanka xisbiga waa ciwaankiisu faqradda lixaadna waxay u dhigan tahay oo xeerka ugu haysaan sidan waa inuu qofku xisbiga xubinnimo uga diiwaangashanaa lixdankii maalmood ee ugu dambeeyey saasaa xeerka ku qoran waxaa loo bedelay faqradda lixaad waa inuu yahay qof xisbiga xubinnimo uga diiwaangashan muddo laba sannadood ah ugu yaraan intaasaa loo bedelay qodobka aynu hadda dul taagannaha waxaa lagu kordhiyay faqrad siddeedaad oo u dhigay sidan murashaxiinta u tartamaya hoggaanka xisbiga waa in aanay ka mid ahayn golayaasha qaranka golayaasha qarankuna waa wakiilada golaha wakiilada golaha guurtiga iyo golaha xukuumadda ama wasaarada Who's dear viewers, Sara Ilaise, the beloved pop singer, who took the stage yesterday with a special song for the Wadani party, has come up saying that she was fired from the National Forces yesterday for performing at the convention. Now, Member of Parliament known as Timo Chilir stands by Sara Ilaise, given his support, saying her firing was done on unlawful grounds. As well as a Wadani supporter has also come up saying that he will compensate this pop singer for her firing from her job. Back to you, Abdiaziz. Faqradiisa shanaad haddii aad tagto waxay u dhigan tahay sidan shirweynaha waxaa u dooranaya hoggaanka xisbiga oo ka kooban guddoomiye guddoomiye ku meel gaar ah hogaamiye shan guddoomiye ku-xigeen koowaad ilaa shanaad xubnaha guud ku-xigeenka xubnaha guud iyo xubnaha kale ee hoggaanka xubnaha isu sharaxa jubooyinka kala duwan ee guddoomiyaha guddoomiye ku-xigeenka koowaad labaad saddexaad afraad shanaad xubnaha guud iyo ku-xigeenkiisa waxay arji qoraal ah u soo gudbinayaan guddiga qabanqaabada shirweynaha afar iyo toban cisho ka hor maalinta loo cayimay inuu qabsado shirweynuhu waa qodobkaas ahaasaan qodobka waxaa loo bedelay oo uu noqon doonaa faqraddiisa shanaad shirweynuhu waxa uu dooranayaa hoggaanka xisbiga
oo ka kooban guddoomiyaha xisbiga laba lix guddoomiye kuxigeen saddex xubnaha guud kuxigeenka xubnaha guud dhammaan murashaxiinta hoggaanka oo la dooranayo oo sagaal xubnood waxay arji qoraal usoo gudbinayaan guddiga qabanqaabada shirweynaha 14 cisho ka hor maalinta loo cayimay inuu qabsoomo shirweynuhu gobolka 19aad golaha dhexe ee ayuu cayankiisu ahaa xeerka hoose waxaa ku qoran fikradda labaad oo u dhigan golaha dhexe ee xisbiga waxa uu ka kooban yahay 317 xubnood waana hay-adda ugu sareysa xisbiga inta u dhexeysa labada shirweyne qodob fikraddaasi waxaa loo bedelay fikradda labaad golaha dhexe ee xisbiga waxa uu ka kooban yahay 499 xubnood 499 xubnood xubnaha cusub ee la kordhiyey ee 30 ka mid ah waxaa soo magacaabi doona murashax axmed hawana 7 xubnood waxaa soo magacaabi doona murashax axmed hawana kuxigeenka 15 xubnoodna waxaa soo magacaabaya guddoomiyaha xisbiga golaha dhexe waa hay-adda ugu sareysa xisbiga inta u dhexeysa labada shirweyne qodobka 21aad xilalka guddiga dhexe fikradda 29aad waxay u dhigan tahay oo xeerka ugu jirtaa guddoomiyaha golaha dhexe waxa uu ka qayb gelayaa shirarka hoggaanka iyo guddiga fulinta ee xisbiga fikradda waxaa loo bedelay guddoomiyaha golaha dhexe waxa uu ka qayb gelayaa shirarka hoggaanka xisbiga ee caadiga ee qodobka 23aad oo ciwaankiisu yahay murashaxiinta madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka fikradda 1aad waxay u dhigan tahay oo xeerka ugu jirtaa murashaxa madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenku murashaxa madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenku waa xubnaha xisbiga uga qaybgelaya tartanka doorashada madaxtooyada ee hogaaminta dalka qodobka fikraddiisa 1aad waxaa loo bedelay murashaxa madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenku waa xubnaha xisbiga uga qaybgelaya tartanka doorashada madaxtooyada ee hogaaminta dalka waxa ayna si toos ah u noqonayaan xubnaha hoggaanka ee xisbiga intaas ayaa lagu kordhiyey qodobkan 23aad waxaa lagu kordhiyey fikrado dheeraada oo aan halkan ka akhriyayo fikrad 7aad ayaa lagu kordhiyey oo odhanaysa murashaxa madaxweynuhu waxa uu mas-uul ka yahay barnaamij siyaasadeedka xisbiga wadani qodobka 8aad fikradda 8aad waxay odhanaysaa murashaxa madaxweynuhu waxa uu diyaarinayaa barnaamijka kobcinta xubnaha xisbiga iyo raadinta taakulaynta xisbiga isaga oo la tashi la sameeyey hoggaanka xisbiga fikradda 9aadna waxay odhanaysaa murashaxa madaxweynuhu waxa uu mas-uul ka yahay ololaha doorashada madaxtooyada ee xisbiga wadani qodobka fikradda 10aad xeerka qodobka 23aadna waxay odhanaysaa kordhinta lagu sameeyey waxa weeye murashaxa madaxweynuhu waxa uu magacaabayaa la taliyayaasha murashaxa madaxweynaha qodobka 11aad oo u dhignaa waxaa wax ka bedel lagu sameeyey lagu kordhiyey fikradda lagu kordhiyey fikradda 11aad waxay odhanaysaa wax ka bedel kasta oo ku yimaada qabashada xilliga doorashada madaxtooyada jamhuuriyadda somaliland wax saamayn ah ku yeelan mayso murashaxiinta madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka ee xisbiga wadani ee lagu ansixiyey shirweynahan labaad qodobka 20aad howlaha guddiga fulinta xeerka ahaysaan waxay ugu dhigan tahay ama ugu qoran tahay sidan fadhiyada caadiga ee guddiga fulinta waxay noqonayaan bishiiba mar waxaana shirgodoonka noqonaya guddoomiyaha xisbiga haddii uu maqan yahayna guddoomiyaha ku-meelgaarka haddii uu maqan yahayna hoggaamiyaha haddii uu maqan yahayna guddoomiye ku-xigeenka 1aad haddii uu maqan yahayna guddoomiye ku-xigeenka 2aad haddii uu maqan yahay ka 3aad haddii uu maqan yahay ka 4aad haddii uu maqan yahay ka 5aad
هدي دمان توت بغيهين حقايا قود هدي ومغيهين كحيين كحقايا قود وحيرك أحيسان بيساس وقوران تهي وها فقرد الله بدلي فقرد الشناد فرديادة عادية قود يفلوت وحين نغونا يان بشي بمر وحنا شير قدون كان نغونا يا قدوميا حسبك هدي ومغيهين ميت كم ميت كحقينا دا حسبك امر تبقونه هدي أي دمان قدوم يا كحقينا دو مغيهين حقايا قود هدي ومغيهين كحقين كحقايا قود غضبك تطبو لغاتنات غضب نبسو كبديي ومركي هوري حيرك وجري قدقة شوكتدا وحلو بدلي غضب كاس مغدقي وحلك لبسو دري وحيرك كم دغون دورا غضب تابرايا أفهيين كحسبيا وحانا فغرده يسكم إذا لغو كرنيي فغرده كواد أفهيين كحسبيا وحانا مقعابا وقدومي حسبيا مركا والله تشهده هجانكا فغرد الله بعض حيران أفهيين كحسبيا وحاوكو هدلا مقعا هجانكا إيا قدقة فلينتا فغرد صدحاد أياكو لغو سوكو بيابو أيه أفهيين كحسبيا وحولين كم إدعا قدقة فلينتا وحانا كسو غيب قليا شريرك عادقة او هبقانك حسبيا قدبك صدناد او اذا قدوميها ايا حيرك او قرن فغرد لحيو تبناد وحيودة قانتهاي هدي افرت السنودات اي هوري اي مدحليتك قدوميه اي تشاقدة قدوميه حسبي وكب الناراتو غيرو كتمي اس اسلاد اي قلنك رواي حلك اذا عافو ما درعو قيد وحلك كميل قار اهان ولو يا قدوميه كميل قارك انت شرويني ان عادي اهي كو قبسوم ايو متصدح بلوات قدو هدا هدي حالة فغرد كو حسن كو تمادو قدوميه سنة تاقو دنبايا مدحلات كيسا وحلك اللو ريق يا هين ينا قدوميه كميل قارك انت لا يقار يا شرويني عادي قلب كاسوا كاكا كو عيسان وحلو بدلي فغرد اللي هي تمناد هدي أي تجد قدومي حسب كبنا أنا تجير كتبي إز عسلاد أما حلق قدن كروا كتب عارف ما دفعه وحلق قدومي سكم الجار وهنا يا قدومي كفجاي كم مرتبة له وحنا قدومي كم الجار أهل قدورنا يا شركة قد قفلون تأو بسوه الرئية مدة صدح بلاها قلنا هذا وحلق قد قبنا قدونا شروينا أن عادي هاين ولا بس دورته قدومي حسبيا قدم كوبي صدنات قدام كحجيك كواد لبعض صدحات أفراد يشنات وعوان كسنها هاي وحلو بدلي قدام كحجين ندى حسبك ودني قبي أهم با وحا لقصة راي حركة قدام بدي هوري التابين اللي بكس عبسنا قدام كحجين ندى فغرده سي وحن الله بدلي سيدن فغرد كواد قدام كحجين ندى قدومي كحجيند وحليهن هب ماموس سمن إيا مسؤولية شغو أوكال دوان أو قدومي هو وكيشو شغو إنكاس أوكال نغن دونا سلن سو سعوتا كو قدومي كحجين كقابل سن الرماء قدها أمنها نبدا عدالة إيا حقوق الإنسان قدومي كحجين كقابل سن الرماء قدها قدومي كحجين كقابل سن قرشين تقنع سيقا الرماء دارشوين دستورك اي حريرك قلياش قرنك قدومي كحقينك قابل سن هرومرين تارمها بلشدة عافماتك وحبرشدة هرومرين تدن يرد اي هوينك قدومي كحقينك قابل سن ارمها دبدا دقالها اسكاشيك عالميك اي اللامها دبدا قدومي كحقينك قابل سن مامل فقبلها كابياش دقالها اي حلنت خلافاتك قدومي كحقينك قابل سن وحسوسارك خيراتك حولها النول كلهم يسجى معدن تإلالين تدور شوكتا أي ديجانكا فغرد شا أفراد حركة سلقة بدلي وحوية واجبات كشغل قدومي كحقينة دوا سياسة إيا كرشوكتين بلس عن سوبرفيشن قدومي حزب مركة درسو قدومي كحقين كستا شغلات وكوها بوية هاي وحاوصو سارايا وريكتو وعيما إيا شغلائك كركو حسن فغرد الشناد مركا او مغيه قدوميه وحا او هوشي ساسي اقمنايا ميت كم ميت اقوحيقين ندا حزبك او كو ايمنايا
nidaamka meertada ah ee uu guddoomiyaha xisbigu u sameeyo. Fiqradda lixaad, haddii ay lixda guddoomiye ku-xigeenba maqan yihiin, waxaa hawsha xisbiga socodsiinaya xogeeyaha guud, haddii uu maqan yahayna ku-xigeenka xogeeyaha guud. Qodobka 20-aad oo ciwaankiisu yahay xogeeyaha guud, fiqradda sagaalaad waxay u dhigan tahay sida xeerka ku qoran waxa ay wada shaqayn leeyihiin hogaamiyaha xisbiga. Fiqraddaas waa la bedelay, waxaana lagu bedelay fiqradda sagaalaad, waa laga saaray meesha, maadaama xilka xisbiga hogaamiyaha xisbigu xeerka laga saaray. Qodobka 50-aad, ku-xigeenka guud ee xogeeyaha guud ee xisbiga ciwaankiisu waa sidaa, wuxuuna u dhigan yahay haddii ay timaado xogeeyaha guud geeri iskiisu casilo ama caafimaad darro awgeed u gudan kara waayo xilkiisa, waxaa xilka sii haynaya ku-xigeenka xogeeyaha guud muddo 6 bilood ah inta shirweynaha aan caadi ahayn laga qabanayo. Saasaa qoran. Waxaa loo bedelay sidaa, haddii ay ku timaado xogeeyaha geeri iskiisu casilo ama uu caafimaad darro awgeed u gudan kara waayo xilkiisa, waxaa xilka sii haynaya ku-xigeenka xogeeyaha guud inta shirweyne aan caadi ahayn laga qabanayo. Qodobka 40-aad oo ciwaankiisu ahaa doorashada xubnaha hoggaanka, fiqradda labaad waxay u dhignayd tirada xubnaha hoggaanka xisbigu waa 7-iyo-12 xubnood oo kale ah, guddoomiye, 5 guddoomiye, ku-xigeen xogeeye guud iyo 9 xubnood oo kale. Fiqradda saddexaad waxay u dhigan tahay xubnaha 7-da ah ee isu soo sharaxaya hoggaanka, waxaa lagu kala saari doonaa codayn u dhacda si dimuqraadi ah oo furan, waxaana lagu dooranayaa shirweynaha xisbiga. Qodobka aan hadda akhriyay waxaa loo bedelay fiqradda qodobka 40-aad oo xubnaha hoggaanka xisbiga ah. Fiqradda labaad, tirada xubnaha hoggaanka xisbigu waa 15 xubnood oo kale ah, 9 xubnood oo doorasho ku yimid, 6 xubnood oo aan la dooran oo nomination ku yimi ama magacaabi. Fiqradda saddexaad, xubnaha hoggaanka ee 6-da ah ee aan la dooranaynin waxa ay kala yihiin murashaxa madaxweyne ku-xigeenka, guddoomiyihii hore ee ku-meelgaarka ahaa ee xisbiga, iyo 3 xubnood oo ay haween tahay xubin ka mid ah oo guddoomiyaha xisbigu magacaabi doono. Fiqradda afraad, xubnaha 9-ka ah ee isu soo sharaxay hoggaanka waxaa lagu kala saari doonaa. Just tuning in, we're at the final day of the Wadani Party's 2nd General Assembly Convention. I have with me here one of the Wadani supporters. What's your name, sir? Hello, my name is Morte Haji Ali Botan. Okay. I'm from Milton Keynes, the United Kingdom. And I'm part of the delegation is from diaspora. From the diaspora. Right. So as a party member from the diaspora, maybe you could tell us about some of the diaspora's aspirations for the Wadani Party. Right, the diaspora they take part of the they're member of the party, and they're also big contributors to the party in general. And we are very optimistic because the party is going to a different direction this time. It's taking a new direction in Somaliland political spectrum. What's happening is the party leader, the chairman, Abdulrahman, is going to be the presidential candidate. And for the first time in Somaliland, and Hirsi will be the party leader. And that is a new direction. And that is a new vision for Somaliland politics and also in the party. And we are very happy. The way I think is going so far is very good, and everyone is taking part of it. And we hopefully will win the election next year, because the party is united the Somaliland communities. Yes. In Somaliland, from east to west, Somaliland communities they fall apart from the last election. Yes. and this government failed to unite the Somaliland nation. So we're hoping change will come soon, and people are very optimistic and very happy. So Wadani for 2022. Wadani for 2022. Abdulrahman Irfan.